بووي ابو بكري بغدادي بناسين لقلمان بمنوا بغدادي ناوي ابراهيم عوادي ابراهيم خلقي سمراي بارزغي صلاح الدين 28 تموز 1971 لدايقوا روانامي دكتورايلا زانسي اسلامي كان لزانكوي بغداد بدسينا لا دوي شباتي 2004 للان هزاكان امريكا ولنزيك فلوجا دزگير كرا لا زندانکان ابو غریب و بوکا زندانی کراوه لکانون یکمی 2004 للیان بوردی آزاد کردنو پیدات شنو با کیسی دزگیر کراوان آزاد کرا حوتی نیسانی 2013 تاوکو 29 حزیرانی 2004 امیری دولتی اسلامی لعراق و شعب و اجده نیسانی 2010 تاوکو حوتی نیسانی 2013 دوم امیری دولتی اسلامی لعراق و لا 29 حزيراني 2014 وكو خليفه داعش ناسين دا لتشواري تشرين يكمي 2011 لان امريكا ونابي خراوة ليستي تيرورس جيانيا كانوا دا مليون دولار وكو خلاط بو دزگير كردن يعني كشتني دان راوه